السوق مزيان هذا العام الحمد لله، راه طال الخير والثمن كاين، الثمن كاين له وكاين هنا بحال بحال الحمد لله، كل شيء غيعيد ان شاء الله، كل شيء غيعيد غيدوز ان شاء الله بحول الله، كاين الخير وكاين موجود الخير الحمد لله هذا العام، الله يجازيك بكم بخير الحمد لله هذا العام، طال جولات مزيانه الحمد لله، ما بقى فيها لا لا تمدحش لا حتى حاجه لا تخطاف لا حتى حاجه الحمد لله، الناس ولاو واعيين مزيان. السوق شويه وصافي ما كاين حاله وصافي، الناس اللي قنع يبيع واللي ما قنعش ما يبيعش وصافي، هذا الشيء اللي كاين. وكاين طلب هذا العام شويه؟ شويه وصافي، شويه العام الاول وصافي. ومقارنه مع العام اللي فات، الثمن كيفاش داير؟ واحد شي المناسبه ضعيفه على العام الاول وصافي، شي حاجه ضعيفه وصافي ماشي بزاف. الثمن متعوطه شويه في الثمن وهذاك الوقت المناسب، المهم تبارك الله الرواج شويه ضعيفه الحاله شي حاجه. ما كاينش داك الرواج اللي كتعرف ديال المناسبات ديال شحال هذه ما كاين، انت كتشوف الخير موجود اللهم لك الحمد والحمد لله ونشكروا هذا الشيء اللي عطاك. المقارنه مع العام اللي فات تقريبا كاين شويه ديال الفرق، كاين الفرق ديال 200 درهم حتى 300 درهم هذا اللي كاين. السوق دابا باقي ما بقادتش، الشاري شويه قليل والثمن يعني كاين الثمن، لا حسن لا ولا بالنسبه للشاري ولا لا بسبب البايع. يعني ما نقدروش نحكموا على الظروف ديال الانسان، يعني اللي كيبيع خاسر الله يحسن له العون، واللي شاري واللي كيشري عاوتاني الله يحسن له العون. هل هي شويه المناسبه مع هذه العواشر هذه كتبقى صعيبه على الناس اللي الدخل ديالهم ناقص. شحال شريتي زيت؟ 135 145. مقارنه مع العام اللي فات شنو جبرتي؟ مقارنه مثلا ما عييتش هنايا، عييت في تازه. كيفاش كان الاثمنه تقريبا؟ تما الاثمنه كتكون بدا شويه على هنايا، الثمن كيبقى بعيد بزاف تقريبا ما بين هنا وتما. شويه كاين مرت نهار العجاز السوق غادي مشور، ماهوش السردي والغلم كاينه، السردي راه مليح والسوق راه شويه كاين الغلا وكاين. كيفاش كتشوفوا انتم الشروط اللي فرضتها هذا العام وزاره الفلاحه؟ كيفاش؟ الشروط اللي فرضتها وزاره الفلاحه. واز من ناحيه اش؟ من ناحيه ذاك الترقيم اللي وضعت. ومزيانه مزيانه بالنسبه لهذاك الشيء مزيان. وكتقول انا قيدتكم بالنسبه للعلف، فرضت عليكم واحد النوع من العلف. ولكن هذاك القطاعه ديالكم القدرات ديالكم هذاك العلف هذاك الشيء ديال الله، واخا يكون العلف ما كاينش العلف ماهيش من هذاك النواحي ديالك الشيء ديال العلف. هذاك الشيء ديال الله لا ماش من العلف كاع، هذاك الشيء ديال الخنوزيه داك الشيء ماهوش من العلف، كاين من الذبيحه ما كاينش كيعرف يذبح كاع ياك، وكاين اللي كيذبحو كيسد عليه كيبقى مصموط في الدار عنده، هذا الشيء تا هو مناش هذاك الشيء كيوقع ماهوش من العلف، على يومين عاد كيقرض ويديرو في ثلاجته، والحاولي الا تزمط في الدار وما ما تقردش كيخسر. حتى 300 فرانك شنو هذا؟ بزاف السوق طالع بزاف البارح واليوم بزاف. مع انه يجبر باش يعيط الدرويش، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، الحاولي فيه العافيه. جابوا طنجة جابوا الظلم زعما بزاف على هذا الشيء هذا بزاف. غرفة صغيرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.